اليوم عندي لكم واحد الكيكه سهله. الناس بزاف ديال العيالات والاخوات طلبوا مني كيكه تكون فريمون سهله، واليوم قلت علاش ما ندير لكمش كيكه بالمندرين. الحمد لله بلادنا دابا كاين موجود هذا هو الوقيته ديال المندرين ورخيص. انا شريتو بدرهم الكيلو، غتقول لي بنين ولكن والله الا شريتو بدرهم. دونك قلت انا علاش لا هذه فرصه نديرها بالمندرين. دونك عندنا سهله، عندي 4 البيضات، غادي ندير البيض بوحدو والصفار بوحدو. بسم الله، هاتي باش نطلع البيض ونخدم الصفار بوحدو. سهله ماهله، ما فيهاش بزاف ديال المواد اقتصاديه، دونك يمكن اي واحد يمكن يديرها. كنمشي على حسب الناس، الله يحسن العوان، فرحوا وليداتهم. كيكه سهله ماهله، سمحوا لي طاحت الليبه هنا. هادي مزيان، درنا 4 البيضات، سيبارينا البيض مع الصفر بوحدو. عندي هنا كاس ديال سنينة تقريبا 160 غرام، كاس ديال سنينة تقريبا 160 غرام. غندير النص مع الصفر وغندير النص مع نطلعو مع البيض. دونك نص، دونك 160 غرام دو سكر سمول. دونك غندير لا موتي افيك لو جون اي لا موتي افيك لو بلون. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، ما نخلط كلشي تقريبا المواد باش ما نبقاش الجنس كلشي ساهل ماهل ما عندي علاش. عندي زست ديال سميتو المندرين، دونك حكيت المندرين باش درت زست قشور ديال المندرين. هما وعندي كاس ما عمرش تقريبا ديال عصير المندرين لي جو دو ماندار. هادشي كلو غنخلطو، غنخلطو بالباطور. ندير الباطور باش نزرع. هو هذا، هاهو غنزيد معاه طحين. ها هي تقريبا مزلافة ما عمراش 200 غرام. عندي هنايا 200 غرام ديال الطحين، غنزيد معاها خميره، خميره ها هي. دونك عندي تقريبا 200 غرام زلافه ما عمرهاش. ها هي كنديرها بالعكس، كنخليه بارد باش هو كيسخن والكيكه ديالي كطلع، هو كيسخن والكيكه ديالي بحال كتخمر في الفران كتبقى غاده بشويه بشويه. دونك عندي هاد، انا كندي هكا فجربتها وصدقات لي. ومنين طيب غطفاو عليها تقريبا واحد 30 دقيقه، غتقلبوها واش تصوبات واش طابت، وغادي تطفيو الفران وما تخرجوش الكيكه سير بلاص. دونك غتخليوها حتى
ترجع ليها داك السخونيه. نتوما هاد الكيكه ديالي غتجي زوينه زوينه بزاف وسهله. فدرتها في هاد المول، هاد المول هذا غنديرها هنا. وحتى الا بغيتو مثلا هادي هاد الكيكه هادي ممكن لكم ديروها لعيد الميلاد، زوقوها وديريها لعيد الميلاد. والمره الجايه ان شاء الله غادي نوريكم الديكوراسيون ديال الكاطو ديال عيد الميلاد، ساهل وبأبسط الطرق تفرحوا وليداتكم وان شاء الله نكون عندي حسن الظن. صافي ها هي هذه الكيكه ديالي. صافي غنديها الفران. انا قلت لكم ما كان ان شاء الله تعجبكم الكيكه ديالي. وهاد السيدات اللي طلبوني هاد الكيكه كنتمنى يديروا ليا كومونتير ويقولوا ليا واش عجبتهم الكيكه ولا ما عجبتهمش. تحيه كبيره لاي واحد كيدير ليا كومونتير، وانا كنتقبل كل شيء. وعندي طلع عندي في الفيسبوك في اليوتيوب، اذا عجبتكم الكيكه ديروا ليا شي كومونتير ولا جيم على خاطركم اللي بغيتو. انا هذه هي الكيكه ديالي. انا عندي الفرح الطو ديالي ها هو. هانتوما شوف كي جا زوقتو، شويه الشكلاط وسكر كلاسي. المهم اللي بغى المره الجايه غادي نوريكم كيفاش نزوقو كاطو ديال لانيفيرسير ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا نقطع باش نشوف الكيك ديالي كي جا. جا هشيش باين عليه، ها هو ها هو ها هو الكاطو ديالي. جا زوين وهشيش بالصحة والراحة. نتمنى الله يعجبكم. جا فيه داك المذاق ديال الماندرين، جا فغيمون زوين زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. راه ساهل، ما كيطلبش بزاف ديال المواد وما كيطلبش بزاف ديال الوقت. وبصحه والراحه، بصحتكم وراحتكم.